أما هلأ نور رح نروح لفقرتنا الختامية، ومثل ما تعودنا دائما بيكون عندنا مساحة خاصة للسيدات السوريات وإعادة التصنيع مثل ما بنقول، وخصوصا بالأقمشة. وطبعا معنا سيدة من السيدات اللي هن ضمن فريق اعتدنا دائما أنه يكون موجود معنا، واعتدنا أنه يكون عندهم لمسة ومهارة يدوية متميزة. هي السيدة قدرت تدور الأقمشة وتعمل إلى لوحات ولمسة أنثوية متميزة. ضيفتنا راما زنداقي، رح نتعرف أكثر على شغلها. أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك يا هلا. يسعد صباحك. وأهلا وسهلا فيك. صباح المشاركة. خلينا بالبداية نحكي كيف بلشتي بهيدا الشغل، قديه صار لك عم تشتغلي؟ ولما نقول عالم الأقمشة غني جدا اليوم بالقصص والتفاصيل، بس مع إعادة التدوير الموضوع مختلف، قديش هي النقطة كمان فيها إضافة لشغلك؟ هلا انا بعيده، دراستي كانت بعيده جدا عن التدوير والاقمشه. انا دارسه ادب انجليزي، خرجت ادب انجليزي، درست شوي بعدين اتجهت لتصميم الازياء والخياطه. كنت لاحظ انه دائما في عنا قماش زياده، يعني انا وقت عم بخيط لإلي مو لحدا، صح؟ في قماش زياده بزيد. عندي احتفظ فيهم، قماشات ثقيله ومرتبه. وهو رب العالمين يعطيني موهبه انه اوقات بتسوق الفن، يعني في برسوم خياطه، يعني تطريز، شغلات هدول كلياتهم اخذ شهادات فيهم طبعا. بلشتي من هون؟ بلشت من هون. يعني بلشت بتصميم الازياء، اخذت كافه الدورات عند الاستاذ سميسم بالمعهد، بقى اطلع هيك حتى عنده. يعني هو اعطاني اول شيء انه لا انت بيطلع معك شغلات ثانيه، يعني بيطلع معك. اتجهت للتدوير وفكرت شغله، اي شيء ممكن الواحد مثلا انه يجمع قطع. اتاري فلسفه عميقه، صحيح؟ يعني شغله يعني فوق الخيال، بتنسي حالك انت فايته بالقماش. مو شغله تمسكي تحطيهم جنب بعضهم، لا، العلاقات تستقر. انت عم تشتغلي تحسي حالك انت غرقتي، انت نسيتي اوقات همومك تنسيها. وترتبي القماش في إلها طريقه، الدكتوره سحر البصير اللي إلها كثير فضل انه وجهتنا، مو بس انه هي اللي علمتنا هالحرفه، هي عطت منهج قوي. قدرت انه ممكن انه اي سيده سوريه بكافه الشرائح يصير عندها جرأة انه تفوت باي مجال، يعني بهالقصة هي بالتدوير او بشيء ثاني. بس يعني عالجت، هي رممت، طبطبت على السيدة السورية. يعني في كثير في ناس معانا، يعني كان عندها مشاكل اخرى جمعنا نحن. صحيح. بدنا نوجه لها تحيه اكيد للدكتوره. أيوة. دكتورة سحر ولنحلات سوريا، كلياتهم موجودين بكل المحافظات. أكيد. السوريه عم تكبر هالعائله، عم تكبر. أيوة. عم يكبر مع الشغل الحلو والمتميز. مثل ما قلتي، اليوم اعاده التدوير ما عاد فقط هو شيء عم نشتغله مثل ما بيقولوا على القماش، هو كمان انتاج فكر جديد للسيده السوريه. يمكن في قصص كثير سمعناها من سيدات عانوا بالحرب، كان هذا الشغل لهم ملجا طبعا. في ناس لا، كان ايضا همومهم الخاصه او مشاكلهم الخاصه، برغم الناس بتشوفها عاديه، بس هي بالنهايه هموم ومشاكل قدروا يتخطوها. خلينا نحكي عن تجربتك الخاصه مع نحلات سوريا. هلا انا من ناحيتي بلشت فيها كشغف، كهوايه، يعني انه انا بدي اتعلم شيء جديد وهالشيء بيجذبني. بلشت فيه انه خلص برتب اول شيء، بنرتب اربع قطع وبنساوي المربع الاول. اول هي الكوره تبع يعني القطعه كلياتها. بلشنا فيها، لا اتاري بدك تحطي قطع جنب بعضها وتظبطيها والخيط وزله، مو شغلة ألوان، مو شغلة تطريز، شغلة كبيرة. بعدين العلاقات لازم تكون متينة. أنت بتضبطي حالك من جوا، بتضبطي بيتك، بتضبطي أولادك، بعدين بتضبطي علاقاتك مع العالم الخارجي. كل مرحلة، كل حتى صرنا بالتخرج، كل مرحلة في إلها رونق غير شكل. صحيح. بتعلمك شغلات جديدة. صحيح. يعني نحن هلأ وقت تخرجنا كتير فرقت معنا شغلات، يعني صرنا نطلع القطعة
نفوت فيها نغوص فيها، لانه هي انتاج فكر مو صحيح. مو بس ترتيب قماش. فكر ومخزون. اليوم معنا قطع من شغلك، شفنا عبر الشاشه بعض القطع، خلينا نشوف قطعه ثانيه معك راما ونحكي قديش هيك قطعه بتاخذ منك وقت، وعم نشوف الوان جميله يعني في تصميم حتى هندسي بتحسي داخل القطعه. هلا هي لوحه زخرفيه، هي النتاج الثاني بعد المخدات، بس هي وردات، هي هون العروق تبعاتها تحت يعني لازم نمسكها بالعكس؟ لا هيك بس هي مشان بس تبين بينت هي كلياتها. هلا وقت تبلشي انت تحطي المربع مع المثلث معناتها انت قويتي، انت صرتي تتحكمي شوي بقراراتك بامورك. بتضيفي هالمثلث، كثير صعب تجمعي مثلثين مع بعض كانك انت عم تعملي علاقات. يمكن عم نحكي عن طولة بال وصبر واندماج كثير قوي مع القطعة. طبعا طبعا هذا بتنسيه مع الالوان وهالشغلات هي، بصير عندك متعه بالشغل، بصير انت عم تشتغلي. كل قطعه يمكن له رمزيه، وكل مثلث وكل لون له، المربع له، المثلث له، كمان الفريم الداير، انت الداير لازم يكون ثابت وقوي. هذا بيعبر عنك انه انت قويه. عم نحكي علم هون مع الفن، علم وفن. صحيح. نحن هي اللوحه اللي نحن هلا عم نشوفها كمان فينا نقول هي دمج نتاج اكثر من شيء مع بعض. خلينا نحكي اكثر عن تفاصيل. حبيت انا كيف عم بترجمي الفلسفه اللي هي موجوده بالشغل واللي كثير في ناس بتشتغلها بس ما بتعرف تعبر عنها. هلا هي مرأة سورية يعني سوريا من زمان معروفة انه السيدة. قلت ليش ما جسدها بلوحة؟ هي العالم السوري عملتيه مثل سلسال مزبوط. السيدة السورية معروفة انه انيقة ومرتبة صحيح، وبتحب كل شيء حلو جميلة، ذا قالب قلبا وقالبا. حاولت انه رجع لها هالبسمة تبعها او اهتمامها بنفسها، لانه هي بتمر عليها مراحل اوقات، يمكن الضغط النفسي، يمكن التعب، اوقات يمكن يمر شغلات هيك عليها. عم ذكرها انه انت حلوه، هالورد هذا اللي على الصدر، على هالورده اللي هون. هي القطعه اللي شاركتي فيها بالمعرض الاخير، المعرض الاخير سوريا. خلينا نحكي عن هذا المعرض، مشاركتك فيه والتفاعل اليوم مع الناس، يعني التفاعل المباشر، تشوفي رد فعل الناس على شغلك بعيدا مثلا عن الورشات التدريبيه، الناس هيك بتشوف شغلك على ارض الواقع، كيف بتكون رده فعلك ورده فعل الناس عليك؟ هلا اللوحه شو بدي احكي لك؟ اول شيء في انتهاد مصير تخرج، هذا انت بدك تاخذي شهاده صحيح، بقى انت بدك تعملي شغله حلوه تجذب الناس وانت تكوني رضيانه عنها. بلشت فيها، حاولت اعبر عن كل شيء بسوريا. ياسمينات تبع دمشق هي انا عشق الياسمين يعني، والحمامه اللي هون سلام يعني على كتفها للسيده، ما عاد السيده هي بتعطي الامان للي حواليها. صحيح. ونظره عينها، انا صراحه نظره عينها كثير مريحه يعني. انا بالنسبه لي حبيتها وسميتها وتعايشت معها. كيف رد فعل كان بالمعرض عليها؟ هلا هو كرسم تجريدي يعني اذا بتجيها على الرسم تجريدي، انا طبقت شيء جديد، طبقت صحيح. فن جديد على يعني، حاولت انه اخرج عن التقليدي وفوت بشغلات جديده اكيد، وما حبيت كثير يعني اتبحر، انه في ناس بيفهموها في ناس ما ممكن ما تفهمها. القطعه انت بتشتغليها بجوز هلا تشوفيها بعد شوي تطلعي فيها تغوصي فيها يعني. كل واحد حسب تفكيره يعني، انت بتشوفيها شكل كل واحد حسب اليوم تجارة. كمان ست راما خلينا نحكي عن الجانب الاقتصادي الاجتماعي لهي الحرفة اللي هو مهم جدا. اليوم كل سيدة قدرت تعمل بيئة أخرى ضمن منزلها، مو بس ضمن المعارض اللي عم تتشارك وضمن شخصيتها، كمان ضمن المنزل. كنا عم نسألك تحت الهواء قبل ما ندردش كم صبية وشاب عندك، قلتي لنا عندي أربعة. عندي بنتين وشابين. بنتين وشابين، الله يخلي لك ياهم. اثنين من الصبايا عم يشتغلوا لحالهم شغل يدوي من دون ما حتى يكون لهم علاقة فيكي، لكن بيكفي النظر أحيانا المحيط. تغذية بصرية. تماما. بيصير بيشوفوا. كنا عم نقول لزوج حضرتك معنا بالاستوديو، بدنا نوجه له تحية، نقول له أهلا وسهلا فيه، اللي بيدعمك دائما، الأسرة داعم للسيدة.
انه انت اكيد مروق بالبيت مبسوط بتفوت كل شيء ما في صرف كثير ما في صرف كثير هدول الشغلات لانه مكلفه صارت اليوم اذا حدا بده يجيب شيء من للبيت للطاوله صارت اسعار خياليه فانت بتفوت بتلاقي كل شيء حلو ومرتب ومن دون ما تحط مثل ما بيقولوا ولا ليره خلينا نحكي عن بيئه المنزل هلا انا تعودت انه ادور يعني انه في شغلات هاي ممكن استفيد منها لهالشغله يعني انا عندي حب التدوير من قبل وبحب يكون شيء بسيط ورايق يعني ما بحب هلا على عجقه كلياتها بس وقت صرت هون صرت انه هي الزاويه هيك بدها هي الزاويه هيك بدها. بيشاركوكي بالافكار طبعا حتى وقت اشتغل اي شغله انا باخذ راي زوجي يعني هو بيكون سهراني مثلا شو رايك بهي الالوان مع هي يعني هو عنده نظره فنيه رائعه جدا وحتى اولادي مو هي احلى اذا كانت هي انا بناتي ما شاء الله يعني هن بيشتغلوا لحالهم على فكره ساعتها عم يدرسوا لحالهم بيطلعوا ما بلاقي غير مثلا هذيك مره بنتي مساويه كارديجان بالصوف انا في عندي يعني موجود معلش اخذ هي ساوي هيك ساوي عملته من وين ماما من النت في تنافس يعني استفادوا لا كل واحد اتجاهه شكل صحيح يعني هي كروشيه بنتي الكبيره هندسه معلومات هي عم تدرس سنه ثالثه ما لها علاقه بالفن بهالشغلات مره لقيتها مطرزه لوحه لحالها كمان يعني بلشت فيها وصارت تسهر عليها يعني تترك الدراسه شوي تتلهى فيها ترجع اكيد بيئه المنزل بتاثر اكيد الله يخلي لك يا هون كنا سعيدين بوجودك معنا ونتمنى لك التوفيق وان شاء الله تبقي بهيدا النفس وهيدا الشغف اللي لمسناه من خلال حكيك ولمعه عيونك لما عم تحكي عن محبتك لهيدا الشغل شكرا كثير لك بتشكركم بتشكر الاخباريه السوريه والدكتوره سحر البصير شكرا لك